مع نرمة بن. انتي ملكة متوجة بشعر. ليه نرمة بن؟ عشان مكون من 7 زيوت طبيعية من خصائصها علاج وفرد الشعر. نرمة بن مش مجرد بروتين. نرمة بن الفكرة اتولدت في مصر وسافرنا للبرازيل وتعاقدنا مع أكبر المعامل والمصانع في البرازيل وأنتجنا بروتين نرمة بن، وبدأنا نشتغل بجهد عشان نوصل لأعلى ماتيريال على مستوى العالم في مسبلات الشعر وعلاج وفرد الشعر. نرمة بن موجود في 14 دولة على مستوى العالم. المنتج رقم 1 على مستوى العالم، حاصل على الرخصة البرازيلية، الصحة البرازيلية، وحاصل على شهادة الإنفيزا العالمية، ومختبر في معامل جولدن هيلز الأمريكية. عشان تكوني متوجة بشعرك لازم تستعملي نرمة. معاكم نرمين لاشين، مديرة شركة لاشين كوزماتكس لبروتين الشعر ومصدرات الشعر وأجهزة الليزر. مع نرمة بن انتي ملكة متوجة بشعر. ليه نرمة بن؟ عشان مكون من 7 زيوت طبيعية من خصائصها علاج وفرد الشعر. نرمة بن مش مجرد بروتين. نرمة بن الفكرة اتولدت في مصر وسافرنا للبرازيل وتعاقدنا مع أكبر المعامل والمصانع في البرازيل وأنتجنا بروتين نرمة بن، وبدأنا نشتغل بجهد عشان نوصل لأعلى ماتيريال على مستوى العالم في مسبلات الشعر وعلاج وفرد الشعر. نرمة بن موجود في 14 دولة على مستوى العالم. المنتج رقم 1 على مستوى العالم، حاصل على الرخصة البرازيلية، الصحة البرازيلية، وحاصل على شهادة الإنفيزا العالمية، ومختبر في معامل جولدن هيلز الأمريكية. عشان تكوني متوجة بشعرك لازم تستعملي نرمة. معاكم نرمين لاشين، مديرة شركة لاشين كوزماتكس لبروتين الشعر ومصدرات الشعر وأجهزة الليزر. Thank you.
نرمى من انتي ملكة متوجة بشعرك. ليه نرمى من؟ عشان مكون من 7 زيوت طبيعية من خصائصها علاج وفرد الشعر. نرمى من مش مجرد بروتين. نرمى من الفكرة اتولدت في مصر وسافرنا للبرازيل وتعاقدنا مع اكبر المعامل والمصانع في البرازيل وانتجنا بروتين نرمى من، وبدأنا نشتغل بجهد عشان نوصل لأعلى ماتيريال على مستوى العالم في مسبلات الشعر وعلاج وفرد الشعر. نرمى بنت موجود في 14 دولة على مستوى العالم، المنتج رقم 1 على مستوى العالم، حاصل على الرخصة البرازيلية، الصحة البرازيلية، وحاصل على شهادة الإنفيزا العالمية، ومختبر في معامل جولدن هيلز الأمريكية. عشان تكوني متوجة بشعرك لازم تستعملي نرمى. معاكم نرمين لاشين، مديرة شركة لاشين كوزماتيك لبروتين الشعر ومصدرات الشعر وأجهزة الليزر. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع فقرتنا التجميلية. فقرتي النهاردة عن البروتين، عن كل سيدة وكل بنت بتخاف تعمل شعرها بالبروتين، بتخاف من المنتجات اللي متواجدة حاليا في السوق. حلقتي النهاردة عشان أطمنها، أطمن كل بنت وأطمن كل سيدة. طبعا معانا النهاردة رئيسة مجلس إدارة مجموعة شركات لاشين كوزميتكس وخبيرة التجميل بالليزر أستاذة نرمين تاشين. أهلا بحضرتك أستاذة نرمين. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا في البداية عايزة حضرتك تعرفي مشاهدينا ما بين الكرياتين والبروتين، لأن المعروف قبل كده أن الكرياتين لما ظهر ظهر كفرد للشعر بس، تمام؟ وحاليا البروتين اللي موجود، انا عن نفسي لما اجي اروح مثلا مركز حابه افرد شعري هروح ان انا مجرد فرد، لكن اللي كتير ما يعرفوهوش ان لا، في بروتين بيكون منتج مظبوط بيعالج كمان الشعر. قبل ما اعرف ده عن المنتج بالظبط كده اعرف من حضرتك الكرياتين والبروتين. دلوقتي طبعا احنا كان في فرد للشعر تقليدي جدا قبل كده، جه بعدها ظهر موضوع الكرياتين. الكرياتين ده كان عبارة عن مادة للفرد للشعر، بس كانت حديثة شوية عن المنتجات اللي هي فيها كيميكا، واخدة بالك؟ اللي هي كانت بتفك روابط الشعر. ما هو الشعر ده عبارة عن ايه؟ الشعراية عبارة عن فيها روابط متماسكة، فلما الروابط تبقى مترابطة قوي ببعض بيبقى الشعر كيرلي، لما بتبقى مفكوكة بيبقى الشعر ليس. فكان النظام التقليدي خالص كان بيبقى المادة اللي فيها كيميكا دي بتروح فردة الشعر، كان منها حاجات مضرة جدا، بتروح الروابط دي بتفك خالص فالشعر يتقطم من بعضه. جه بعدها ظهر موضوع الكرياتين. الكرياتين كان بيفرد الشعر، بس كانت المشكلة ان كان فيه فورمالين، والفورمالين طبعا عارفين ان هي مادة مسرطنة كانت مضرة جدا وبتظهر اضرار كتير جدا للشعر بعد كده، بتبدأ تعمل له تلف بعد بتعمل تقطيم، وكانت بتعمل تساقط من البصيلة، وكانت بتعمل مشاكل مضرة جدا. طبعا بالابحاث والدراسات بعد كده، وطبعا ما شاء الله في البرازيل خبراء في الموضوع ده، فظهر بعد كده موضوع البروتين. بس البروتين برضو في منه حاجات طلعت في الاول مثلا ما فيهاش المواد اللي هي علاجيه للشعر، وفي بقى مؤخرا ظهر بقى الحاجات اللي فيها حاجات علاجيه للشعر، زي مثلا الكولاجين، زي البوتكس، زي الحاجات دي كلها.
لكن حاليا تقريبا المنتجات زي مثلا المنتج اللي معانا حضرتك برضو ممكن تكلمينا عنه. في ناس بتبقى مثلا شعرها يعني خلينا في السيدات لان انا سيده، فدي مشكله كنت بعاني منها اني مثلا الشعر بيبقى جاف او الخصيله بتاعته مش لو هو جاف بس مثلا هو ليس بس في جفاف وتقصيف بس ولا كيرلي ولا ويفي؟ لا هو في يعني حاسه ان هو جاف بس، لكن جاف بس. الحمد لله كان ما هو لو جاف بس مثلا دي بتبقى علاجها سهل جدا، يعني مثلا الامبولات اللي هي الصغيره دي امبولات بوتاكس بس، دي علاجيه للشعر. هو ليس طبيعي، فانت مش محتاجه بروتين ومش محتاجه تغلفي الشعريه ومش محتاجه تفرديها، فانت بتستعملي الامبولات اللي هي علاج للشعر التقصيف والهيشان بس اللي موجود في الشعر. طيب استاذ تامر بعد اذنك انا عايزه برضو الفيديو يبقى معايا جاهز، فيديو التعريف اللي احنا مجهزينه يا دكتوره. طبعا استاذه نرمين، بالنسبه للمنتج وبالنسبه لموضوع فرد الشعر حاليا، احنا بنتكلم عن كفرد الشعر، هل نرمامنت ده معالج فقط ولا قصدي فرد فقط بيفرد الشعريه بس ولا معالج؟ سؤال جميل قوي، سؤال مهم. مهم عشان جدا. عشان اصل انا هقول لك حاجه يا استاذه مها، معظم البروتينات اللي موجوده فرد 100% او فرد مثلا 50% او فرد 70%، محدش تطرق لموضوع ان البروتين يبقى موجود في الفرد ويبقى موجود في العلاجات للشعر. معظم الشركات اللي موجوده دلوقتي او مثلا جزء من الشركات بيبقى عامل لك البروتين ازازه لوحدها، وعامل لك الفيلر ازازه لوحدها، وعامل لك البوتوكس ازازه لوحدها، وعامل لك الكولاجين ازازه لكل لوحدها. حاجه منتج. لكن ميزه نرمامنت بروتين فيه كل الخصائص المعالجه للشعرايه، واخده بالك؟ يعني نرمامنت فيه الكولاجين وفيه البوتوكس وفيه الفيلر، واخده بالك؟ في البوتوكس بيفرد الشعر مع الفرد ال 100% اللي هو موجود في البروتين، في الكولاجين لترطيب الشعر، واخده بالك؟ يعني في كل الخصائص. فدي طبعا من مميزات المنتج طبعا، وهو برازيلي اصلا، يعني الشركه بتاعتنا في البرازيل لاشين كوزماتكس. تمام، يعني معنى كده استاذه نرميني ان المنتج لمعالج للشعر كمان، معالج. لان عارفه انا ليه بسال حضرتك السؤال ده، لان معظم السيدات او البنات الجمعيات بتدور على حاجه تعالج وفي نفس الوقت تفرد شعرها مش زي الاول. دي حاجه مهمه جدا. يعني حته ان انا افرده 100% بس وبعد كده بص الاقي الشعر بهتان والشعر شكله تالف، لا. وبعدين في شعر كتير بيبقى مسحوب لونه، بيبقى عامل زي متضرر جدا من مثلا الصبغه او الكلام ده. فحته ان البروتين بيفرد وفي الترطيب وفي الزيوت وفي الكولاجين وفي زيت الارجان والجوجوبا وجنين القمح، يعني في 7 زيوت غير البوتاكس والارجان وجنين القمح، واخده بالك؟ يعني هو كمان في 7 زيوت نرمامنت، فطبعا بيدي للشعر لمعه جامده جدا. فدي كلها طبعا بتبقى من المميزات بتاعته. طيب استاذه نرمين برضو من ناحيه ان انا اعتني بشعري بعد فرده. مهم، حته كويس. هقول لك، كتير قوي بيفكر ان هو فرد شعره خلاص كده، يعني انا كده ايه. انا واحده من الناس دي، انا واحده من الناس دي. عشان كده بسالك السؤال ده، اعتني بقى بيه ازاي؟ خلاص الحمد لله انا وصلت للفرد. دي مشكله جامده جدا. كتير قوي تقول لك ايه، انا رحت خلاص المركز الفلاني عملت شعري بروتين وخلاص والموضوع انتهى، وانا كده شعري خلاص بقى جميل ومش هيبقى فيه مشكله تاني بعد كده. لا طبعا طبعا، فكره غلط جدا. ليه بقى؟ عشان هو اصلا عاوز عنايه جامده جدا بعد البروتين. ليه بقى؟ لازم افتر كير خالي من كلوريد استوديو، ممنوع الميه السخنه منعا باتا اصلا للشعر العادي، مش خالص. الشعر اللي معمول بروتين. طبعا الشعر العادي اللي مش معمول بروتين كمان الميه السخنه بتشيل الزيوت الطبيعيه اللي فيه وبتعمل له جفاف، عفوا، بتخلي الشعر جاف، واخده بالك؟ لكن كمان الشعر المعمول بروتين ممنوع الميه السخنه خالص، لازم تكون الميه فتره بس. طيب انا عشان المشاهدين ياخدوا المعلومه ويخزنوها وعشان ما تنسوش تكتبوا ورقه وقلم، انا بس حابه اعرض فيديو التعريف لحضرتك. اتفضل يا استاذ محمد.
طيب استاذة نرمين، طبعا ده كان تعريف بسيط عن استاذة نرمين، يعني حاجات نبذات مختصرة عن اللي هي بتقوم بيه. استاذة نرمين، بالنسبة لنرمى مانت، منتج ممكن يكون فيه اي ضرر على الحوامل او الاطفال ولا امن؟ لا 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 طبعا ما فيهوش اي اضرار. ليه؟ عشان هو اصلا ما فيهوش كيميكا، هو كله خالي، يعني خالي من الفورمالين، ما فيهوش اي كيميكا، كله مكوناته طبيعيه، زيوت طبيعيه، الكولاجين، البوتاكس، كل الحاجات دي طبيعيه، فما فيش منه اي اضرار خالص، ولا في منه اي دخنه او اي ريحه او اي حاجه خالص، فما فيش منه اي اضرار. كمان عشان هو البروتين بيشتغل على الطبقه، على الشعر، على مش الشعر بيشتغل نفسها، مش على الفروه بتاعت الشعر، مش بيشتغل على الفروه خالص، واخد بالك؟ فما فيش منه اي اضرار، وكمان هو كله مواد طبيعيه. تمام. طيب بالنسبه لبرضو ازاي اعرف المنتج اذا كان مضر ولا، يعني انا رايحه المتخصصه مش عارفه اذا كانت هتستخدم لي منتج مضروب ولا هتستخدم لي نرمه من، ازاي اعرف المنتج المضروب من المنتج المضاف كمان زي مثلا فورمالين الكلام ده كله، ازاي اعرف؟ هقول لك. بصي، هي اي بيشن، اي حاله بتروح المركز عشان تعمل بروتين، مهم جدا ان هي بتشوف الماده. اول ما الازازه بتاعت الماده بتتفتح، بتحس هي بريحه، بتحس برشحه او حرقان في الانف ودموع في العين، واول ما بتبدا المتخصصه او في المركز يحطوا الماده على الشعر، بتبدا هي تحس بريحه جامده جدا وحرقان جامد جدا. طيب انا مع حضرتك، بس احنا برضو احنا هنتكلم من خلال الفيديو اللي معانا على الشاشه. دي حاله كانت في المركز. دي طفله؟ لا، دي مش طفله، دي كبيره. دي حالة تانية، دي شفتي الشعر من تحت ده فيه كان متجعد جدا يا استاذة نرمين، وكان لا وكان معمول كمان في مادة قبلها فرد، فكان في الشعر هلكان. شوفي دلوقتي بعد ما عملت نيرما منت، يعني ازازة نيرما منت اهي، الحالة دي عاملة بنيرما منت شوفي بعدها فرق جامد قوي طبعا في اللمعة كمان. فرق. والشعرية، كثافة الشعر نفسها زي ما هي تقريبا ما قلتش؟ لا لا طبعا ما بتقلش، بالعكس هي بتزيد، الفوليوم بتاعها بيزيد بالفيلر، وكمان اصلا البروتين بيغلف الشعرية الخارجية، واخد بالك؟ فبيدي فوليوم للشعر شوية. طيب نرجع تاني الموضوع، ازاي نعرف المنتج زي ما حضرتك قلتي لما الازازه بتتفتح؟ نكمل موضوع الفورمالين وموضوع الكيميكا او المواد الضاره. طبيعي هي بتلاقي دخنه جامده جدا وريحه، بتحس باختناق. فالماده دي لو هي مثلا بتعمل في اي مركز وحست ان الماده كده، طبعا بتسيب المركز وما بتكملش خالص، على اساس ان بتبقى الماده ضاره جدا وهتضر شعرها. لكن هي مثلا في مركز وبتعمل البروتين، والبروتين الازازه اتفتحت، ما حسيتش باي حاجه، ما حسيتش بدخان، ما حسيتش باي ريحه فيها خانقه، خلاص يبقى بتكمل عادي كده، يبقى الماده اللي هي بتعمل بيها كويسه، ما فيهاش اي مشكله. طيب بالنسبه لنرم منت، منتج يا دكتور نقدر نقول عليه امن من ناحيه الفرد والمعالج والمنتجات او مكوناته نفسها، امن جدا زي ما قلنا على الاطفال وعلى الحوامل؟ لا، ما فيهوش اي كيميكا. تمام. طيب بالنسبه برضو ازاي اعرف مثلا، بس دي تقريبا تبقى مشكله متخصصين اكتر ما هي مشكله منتج يا دكتور، يعني مثلا انا لما اروح لمتخصصه واعرض عليها ان انا عايزه اعمل شعري، المفروض هي بتشوف نوع الشعر نفسه وتحدد له النوعيه، هل نرمامنت ينفع لجميع انواع الشعر في الحالات دي؟ لا، نرمامنت ينفع لجميع انواع الشعر. ليه بقى؟ عشان هو فيه الكولاجين، هو فيه الكولاجين، وهو فيه البوتكس، وهو فيه الفيلر، واخده بالك؟ فالشعر المتضرر بيحتاج للمكونات دي كلها. الشعر اذا ما كانش متضرر، المكونات دي بتضيف له وبتعالجه وبيبقى كويس. موضوع الفرد 100% بيدي. حتى احنا لما بتيجي مثلا بيشن حاله شعرها اوريدي مثلا مفروض 100% ليس، بس في تقصيف وهيشان وهلكان، بنبدا ان احنا بنستعمل البوتاكس لوحده مع جزء بسيط جدا من النيرمامنت، واخده بالك؟ بحيث ان احنا نديله اكبر كميه من العلاج فقط.
طيب بما ان حضرتك رئيسة مجلس الإدارة اكيد خبرتك ما شاء الله واسعة في مجال او في المنتجات، مكونات المنتج، تمام؟ حضرتك بتقومي بتدريب متخصصين وبتعملي ايفنتات او شركة بتعمل ايفنتات؟ طبعا طبعا. احنا عملنا ايفنت السنة اللي فاتت، كان حضروا ناس كتير جدا من الشرق الاوسط، من كل الدول ومن مصر. دربناهم والمتخصصات على مستوى مصر دربناهم كيفية استعمال نرمامنت، يعني ما شاء الله في الأردن ناس جت دربت ناس في مصر، وفي مصريات برضو دربوا ناس في مصر، وكان معانا أطباء أخصائيين تجميل وليزر برضو اتكلموا في الجانب اللي هو العلاجي الخاص بالمنتج. وفي ايفنت احنا عاملينه 3 و4/2 ان شاء الله في الشيراتون الشهر الجاي، فعاملينه برضو وفي هيكون موجود فيه متخصصات كبيره جدا ان شاء الله، عدد كبير يعني. يوم 3 ويوم 4 يوم 3 و4 في الشهر ده، وجاي الخبير الايطالي محمد ان شاء الله باذن الله في الايفنت، بحيث ان هو يشرف ويدرب المتخصصات، وهتبقى عباره زي ورشة عمل ان شاء الله بامر الله. طبعا ايفنت موفق باذن الله، ده من حضرتك هتكون متواجده فيه اكيد يعني. طيب هنرجع تاني لمنتجنا اللي احنا اللي معانا النهارده، تمام؟ بالنسبه للمنتج يعني انا عايزه افهم المشاهد ان ما يخافش، عايزه اقوله بس مش هينفع الكلمه دي تطلع مني لان انا مش متخصصه زي حضرتك. فحضرتك تقولي لهم ايه عن المنتج نرمامنت من حيث مكونات واستخدام وبرضو طريقة استخدامه بيكون ازاي؟ نتكلم في الجزء ده. هي طبعا دلوقتي نرمامنت بروتين فرد 100% ومعالج للشعر اللي فيه تقصيف وهلكان وكده. ما تجيش بيشن حالة مثلا، ممكن تيجي حالة تقول لي ايه دلوقتي انا عايزة شعري فيه تساقط وعندي صلع مثلا وراسي وشعري بيقع وعايزة اعمل بروتين، اقول لها لا طبعا ما ينفعش خالص، واخده بالك؟ لازم الاول تعالجي الشعر اذا كان في مثلا تساقط، اذا كان في مثلا صلع وراثي، اذا كان في قشره مثلا مشاكل قشره، لازم يتعالج الاول. البروتين مش بيعالج الكلام ده، عشان كتير قوي تيجي مثلا بيشن حاله تيجي تقول ايه انا هعمل بروتين عشان اصل شعري في قشره وفي تساقط وفي مش كلام من ده. لا طبعا، لا خالص خالص. فلا، البروتين بيشتغل على الشعرايه الخارجيه، مش بيشتغل على البصيله طبعا، الكلام ده احنا كتير قوي قلناه، ومش بيشتغل على فروه الشعر، فالشعر بيشتغل على الطبقه الخارجيه للشعر بس، واخده بالك؟ فدي طبعا مهمه جدا ان الكل لازم يكون عارفها، عشان ما حدش يجي يقول ايه انا هعمل بروتين عشان البصيله بتاعتي ضعيفه الشعر بيقع. لا طبعا ما ينفعش. لا، نتعالج عفوا، نتعالج الاول أفضل. الحاله تتعالج الاول عند الدكتور جلديه، وبعد كده بتيجي تعمل البروتين. لكن حته ان البروتين له علاقه بالبصيله او بفروه الشعر ده لا طبعا، استحاله يعني. ما وكتير قوي على فكره يعني الكلام ده، يعني كتير قوي بيسال في الحته دي، وكتير قوي بيروح عشان يقول لك انا هروح اعمل بروتين اصلا شعري عشان اعالجه، اصل شعري بيقع، اصل شعري مش عارفه كذا. ما ينفعش، بل بالعكس يعني، هو الشعر على الطبقه الخارجيه خالص، لما هي بتروح مركز وبيجي مثلا يستعمل مثلا البروتين غلط، او بيكون البروتين مثلا فيه كيميكا او فيه مثلا مواد ضاره، لا طبعا بيضر الشعر مش بيفيده، فاهماني؟ طيب يا رب نكون قدرنا نفيد مشاهدينا على قد ما نقدر، واكيد معلومات حضرتك مفيده جدا، وحابه ان شاء الله باذن الله اللي عايز يستفسر اكتر عن المنتج وعايز يسال استاذه نرمين عن اي سؤال يخص معالجه الشعر، طبعا هي مش هتبخل على حد يا جماعه باي استفسار. ارقام التليفونات متواجده عندكم، وارقام برضو التليفونات متواجده عندكم لو حابين تطلبوا منتج نرمامنت. طبعا شرفتيني يا استاذه نرمين، وانا مبسوطه جدا ان حضرتك كنت معانا. الف شكر، الف شكر يا استاذه. اعزائي المشاهدين، انتظرونا ان شاء الله الحلقه القادمه، هيكون معانا خبيره العنايه بالشعر الاستاذه هبه مراد الشهيره بلامار. الى اللقاء.